السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني. اليوم إن شاء الله ربي هيك بيحمينا وبيحميكم بجاه سيدنا محمد، بيحمي أمة الإسلام والمسلمين جميعا يا رب. اليوم صار في حادث رهيب بولاية تكساس، فظيع فظيع الحادث. سيارة تريلا ماشية مسرعة ما له منتبه إنه في عجقة قدام وضرب فرام، تخبطت السيارات كلها ببعضها. فشوفوا كيف صار الموضوع هذا وسبب أضرار كبيرة كبيرة. والله شايفين ما له منتبه انه في عجقة، ضرب فرام، زحطت معه السيارة، خبط باللي قدامه، اللي وراه ما لحقوه، فاتوا ببعضهم. هلا رح اورجيكم كيف المنظر من فوق، رهيب. بيقولوا لك انه الحادث سبب حوالي 120 سيارة تقريبا ضررت من الحادث، وسبع قتلى وشي 160 جريح. يعني حادث قوي جدا جدا يعني. الله يجيرنا بجاه سيدنا محمد، يتلطف فينا بجاه سيدنا محمد يا رب. والله هو يا جماعة السرعة الواحد بده ينتبه، يعني بده ينتبه يعني، وخاصة إذا كان طريق مطر ولا تلج ولا في عواصف أو شيء. يعني أنا بزمناته بصراحة صار معي حادث بسبب أني تهورت أنا شوي يعني. فالواحد يعني بيقولك اعقل ثم توكل، فالواحد بده ينتبه، يعقل بعدين يتوكل. شايفين يعني الحادث بلحظة، يعني والله هي ثانية، يعني ثانية الواحد بتصير معه حادث ضخم والله. تمام اخواتي، والله بس حبيت ورجيكم شو اللي صاير اليوم لانه فظيع يعني هذا الحادث. الله يجينا يا رب، الله يحمينا ويحميكم ويحمي امة لا اله الا الله محمد رسول الله.